بيتغدى عند المسيحي ونام عند المسلم. وإذا كان مسيحي بيتغدى عند الدرزي بينام عند الشيعي. مش سني. لا. وإذا كان مسلم بيتغدى عند الشيعي بينام عند المسيحي. الدرزي. والدرزي بيتغدى عند الدرزي بينام عند الدرزي بيتعشى عند الدرزي بيضلوا عند الدرزي لما نطلع من القوقعة الصغيرة. CNN الثلاثة بعد الأخبار على الجديد.